بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة أخواتي الطالبات، السنة الثالثة ثانوي الذين يجتازون باك 2022، أطرح عليكم تمرين فيما يخص مسألة فيما يخص الأعداد المركبة. إذن انتبهوا مليح. ليكون في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة اللي راكم تشوفوها، المعادلة ألفا زد مربع زائد واحد ناقص إي ألفا مربع زد ناقص إي ألفا يساوي صفر، ذات المجهول المركب زد وألفا عدد مركب غير معدوم. أولا انشر العبارة واحد زائد إي ألفا مربع مربع، ثم حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة أو واحد. ثانيا ليكن ألفا جذر اثنين على اثنين مضروب في جذر ثلاثة زائد إي، احسب طويلة وعامدة حل المعادلة واحد. إذا نبدأ في النشر. أولا النشر لواحد زائد إي ألفا مربع إذن واحد زائد اثنين إي ألفا مربع زائد إي مربع ألفا أس ربع، معناه واحد ناقص ألفا مربع أس ربع زائد اثنين إي ألفا مربع. حل في سي. إذن حل المعادلة واحد. دلتا مميز تاعها ب مربع ناقص ربع ا سي، عندك هنا ا ب هنا سي، واحد ناقص اي الفا اثنين مربع ناقص ربع ألفا إي ألفا.
إذن داتا هي إذن واحد ناقص إي ألفا اثنين زائد ربعة إي ألفا مربع. نشر عندنا واحد ناقص اثنين إي ألفا مربع زائد إي اثنين ألفا أس ربعة زائد ربعة إي ألفا مربع. إذن إي واحد اثنين إي ألفا اثنين زائد ربعة إي ألفا مربع ناقص ألفا أس ربعة. دلتا هي إذن واحد ناقص ألفا مربع زائد اثنين إي ألفا مربع ألفا أس أربعة. هذه معروفات ولي واحد هذه قلنا هذه هي واحد زائد إي ألفا مربع مربع. إذن دلتا يصبح واحد زائد إي ألفا مربع مربع. إذن الحلول زاد واحد هي ناقص واحد ناقص إي ألفا مربع زائد واحد زائد إي ألفا اثنين على اثنين ألفا. معناه ناقص واحد زائد واحد روح زائد إي ألفا اثنين ألفا اثنين إي ألفا اثنين على اثنين ألفا معناه إي ألفا. زاد واحد هي إي ألفا. زاد اثنين هي ناقص واحد ناقص إي ألفا مربع ناقص واحد زائد إي ألفا مربع على اثنين ألفا ناقص ناقص هي ناقص زوج اثنين ناقص وزيد على اثنين ألفا معناه واحد على ألفا. إذن زاد اثنين هي واحد على ألفا. اثنين بوذا ألفا هي اثنين جذر اثنين على اثنين جذر ثلاثة زائد إي بوضع ذاك احسب الطويلة والعمدة لكل من حل المعادلة.
عندك نبدأ بالطويلة لألفا، هي طويلة ل طويلة ل طويلة لي هي عندك 6/4 زائد 2/4 ثم 8/4 معناه 2 جذر 2/2 معناه جذر 2. فيما يخص العمدة، العمدة عندك ألفا هي زائد 2 كوسينوس تيتا هي جذر 6/2 معناه كوسينوس تيتا هي جذر 6/2 جذر 2 معناه جذر 2 بجذر 3/2 جذر 2 بعد الاختزال عندنا جذر 3/2 بعد جذر 2 سينيس تيتا هي جذر 2/2 معناه سينيس تيتا يساوي جذر 2/2 جذر 2 معناه 1/2 إذن كوسينيس تيتا جذر 3/2 وسينيس تيتا 1/2 واش مدنا تيتا هي بي على 6 دو كابي واش نكتب عندك زد واحد هي اي الفا زد واحد هي الطويلة لي اي مضروب في الطويلة لي الفا زد واحد الطويلة تاعو طويلة لـ إي هي واحد ما نكتبوهاش طويلة لـ ألفا هي راسين دو دو إذن الأرجيومون تاع زاد واحد وهو
الأعمدة هي الأرجيومون لإي زايد الأرجيومون لألفا. الأرجيومون لإي هي بي على 2 زائد بي على 6، معناه 3 بي زائد بي على 6، معناه 4 بي على 6 أي 2 بي على 3. هي واحد مضروب في راسين 2 أي 2. هذه هي إذن نكتب زد واحد و زد اثنين بي على 3 ثم اخذ زد اثنين هي ناقص واحد على ألفا. إذن الطاولة هي ناقص واحد على ألفا معناه معناه واحد جذر 2 أي جذر 2 على 2. مرقيمون زد 2 هي مرقيمون هي نرجمها ناقص واحد بي ناقص بي على 6 معناه ستة بي ناقص بي على 6 خمسة بي على 6 إذن
زائد 2 هي الطاولة هي 1 على جذر 2 5 بي على 6 الارجيومون تاع واحد هي بي اذا كان زد يساوي ناقص واحد معناه الفا كوسينوس في زد اي سينوس في معناه زد يساوي واحد كوسينوس في يساوي ناقص واحد وسينوس في يساوي صفر معناه في يساوي بي إذن انتهينا لنا كيف لنا نحسب العمدة لزد يساوي ناقص واحد العمدة لزد إذن العمدة لناقص واحد هي بي ناقص واحد نعتبره عدد مركب ولكن بدون الجانب الخيالي إذا كان زد يساوي واحد معناه كوسينوس في يساوي واحد سينوس في يساوي صفر معناه في يساوي صفر أي الأرجيومون واحد هو يساوي صفر No.